هديل خانوم، واخيرا التقينا مع بعض. الشباب اشتاقوا لي. ليش ما بدكم تفهموا؟ انا ماني معكم. مو بهالسهوله هي، صرفنا عليكي مصاري كتير. تفضلي معنا. لا، انا ماني بضاعه حتى تبيعوها. يلا اركبي. تفضلي. يلا قلت لك اركبي بالسياره. انتبهوا الشرطه. يلا حوا انت شو عم تساوي هون؟ ولا شيء حضرت الدكتور، كنت عم اتمشى. لساتك ما نسيك انك وعدتني ما هيك؟ طبعا شو انسى؟ معقول يعني؟ انت بتعرف ان الرجال بينربط من لسانه. ليك شوقي، اذا بتخبر اي حدا عن سرنا بتكون عم تضر حالك وتضر البنت معك. لا تقلق يا حضرة الدكتور، معقول ساوي هيك شيء؟ انا دفنتها بقلبي. يلي بيعرفوا لهذا السر انت والبنت وانا وبس. صدقني لا تفهمني غلط، بس انت عم تهتم بالبنت كتير، يعني بجوز. اتفقنا انك تسكر تمك يا شوقي. شو بتحب ذكرك؟ خلاص لا تاكل هم، انا وعدتك. خلاص بضل السر بيناتنا. وانا كمان بدي اعرف شو هو السر. مساء الخير عمران. تعالوا لك. يمكن لازم كنت تعيد الكلمة مرتين لتفهم. الغرباء عن ضيعتنا ما حدا بيحترمهم، وخاصة إذا كانوا عم يمشوا لحالهم بالليل. يعني هالشي بيزعجنا كتير، فهمان؟ وخاصة إذا هالغريب طلب إيد بنت من هالضيعة وحط عينه على بنت مخطوبة، وقتها ما رح يضل عايش. عم تفهموا؟ لا اعتبرها نصيحة مني. هاي نصيحة صديق. سيد أوس، أهلا وسهلا، تفضل لجوا. لا ما بدي شكرا، بدي شوقي لو سمحتي. هون شوقي ما بيقعد بالبيت، بيضل على طول صايع بالشوارع. طيب كيف صار صغير هلأ؟ الله يرضى عليك. الحمد لله تحسن بفضلك. بس تخلص الأدوية تعي لعندي على المشفى. بتشكرك كتير سيد أوس. شوقي عمل شي معك؟ يعني لقيت بهالحالة رح يجي يوم ويموت ورح ياخد حساب. ماشي أنا رح أعطيك المصاري، بس بدي شوية وقت لدبرهم. بس لبكرة، هذا وعد مني. عندي وعود لازم أوفيهم، لهيك لازم تدبريهم بسرعة. ولا لك انت ليش ما عم تفهم؟ بتموت اذا استنيت لبكره؟ ايه موت، فهمتي؟ رح موت. قليلي رح تدبري المصاري ولا لا؟ يلا خبريني. طيب دبرهم، بس عطيني وقت. معك مهله ساعتين. بس ساعتين؟ المصاري كان لازم يكونوا معك هلا، فهمتي؟ اذا ما خلقتي لي المصاري خلقها خلال ساعتين. سامحيني بس أنا مضطر أقول الشيء اللي صار ببيت الجبل لهذاك الموظف يلي بدك تتجوزيه. كون بعلمك. اسمعي لا تقولي ما خبرتك أنا. هالبنت وقع بمصيبة. يا سيدي. صار الظهر والسيد فكرة نايم. وين الصغار؟ مو اليوم عطلة؟ راحوا على بيت الجبل. امتى؟ ايه قبل شوي. شو هاد كمان؟
نسينا، هداك بده المصاري؟ يا بنتي جاوبيني، قولي لي شو مشكلتك؟ هي أمي بدي مصاري هلأ، 200,000 ليرة. يا رب لازم دبر المصاري، بس شلون؟ سينم استني، منلاقيهم بشي مكان. سينم فكرة، يلا بسرعة اركض ورا أختك، هلأ بساوي شي بحالة. يلا أنا مستعجل أمي. فكرة فكرة، شو عم بصير معهم؟ 200,000. أكيد الأحدب بيخبيهم بالبيت، بس وين؟ حلو، ونسيت موبايلة. شو هاد يا؟ مبين إنك ما بتفهم بالكلام يا حيوان. غربة عن ضيعتنا ما حدا بيحبون أبدا، فهمت؟ حل عن البندولة، هذا آخر تنبيه، عم تفهم؟ رح موتك هون ولك، رح موتك. انقلع من هون، فهمت لك؟ يا رب شو صار لك يا اخ؟ شباب يلا هديل افتحي الموبايل وردي، خلصيني ردي. أوس 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 أوس، ساعدني، بدي مصاري مصاري. خير شو بكي قليلي؟ شو اللي صار؟ إذا ما جبت له المصاري للرجال قبل ساعتين رح يقول له، رح يقول لإسماعيل كل شي. ساعدني أوس. خلاص ماشي، اهدي رح نلاقي حل، اهدي مندبرها. اسمعيني، كل هالشي بسبب أوهامك، ما بدي احكي، بس اللي صار خلص صار، بدنا وقت هلأ لندبر المصاري. حاجتك بقى، ما عاد بدي تنصحني، لا تنصحني. سينم وقفي. شو جنيتي؟ وقفي، تركني عم قلك. قلتلك وقفي لنفكر بشي حل. بترجاك تساعدني أوس، إذا عرف إسماعيل الحقيقة. إسماعيل لازم يعرف. بترجاك لوقت قرب مني. سينا. ألو. شو؟ طيب جاي خلص. الله يعطيك العافية عمي. الله يعافيك يا بنتي. يلا يا أولاد. يا سلام، جينا على بيت الجبل. يلا بسرعة أمي. Ah.
منك يا أحدب، بتخبي المصاري عن بنتك؟ هذا كل شيء ذهب للمرحومة ومصاري. من هون للمسا بدبر لك الباقي. أنت شو بدك بالمصاري؟ لازم روح، عن إذنك. استني شوي عمي. سينم بنتي شوفي. عمي أنا بدي مصاري ضروري، موضوع كتير مهم. قديش بدك؟ 200,000. شو بدك تساوي بهالمبلغ؟ عندي رفيقة وضعها سيء كتير، شغلة حياة أو موت، لازم دبر لها ياهم. معك؟ ماشي بنتي، بس هدول 200,000 مو موجودين هلا. بس إذا بدك بدبر لك ياهم للمساء. عمي لازم أخذهم هلا هلا. سينم 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 شي. لا لا تتحرك، خليك. ما راح تخبرني مين ضربك؟ أنا قلت لك وقعت. اسماعيل أنا دكتور وبعرفك، إذا كنت واقع مبين إنه حدا ضربك. لا ما في هيك شيء، أنا وقعت. اسماعيل وأنت كمان ما بتعرف كيف تكذب بنوب، لا تتعب حالك. سينم وينها؟ شو بدي ساوي هلا؟ حاسة اني رح موت من قهري. دخيلك يا ربي ساعدني. جبتي المصاري؟ والله ما تدبروا. ما في علي أي ذنب، صار ضروري لازم خبر عريسك هلا. بترجاك كرمال الله، استنى بس للمسا بترجاك. لأنه عريسك بجوز يعطيني المصاري. لا أنا ضيعت وقتي معك على الفاضي، إذا كان هداك بيحبك عن جد ما رح يسمح بهالشيء أبدا ورح يعطيني المصاري كمان. مشان الله لا تقول لحدا. بل عندك شوية حظ، أنا رايح على المشفى، إذا قدرت تدبري المصاري الحين. لا لا صرت أحسن مو؟ إيه الحمد لله. الآن على سينم. أنا ببقى بمر لعندك، المرضى عم يستنوا. سينم انت وينك؟ وينك؟ اسماعيل؟ نعم. أيمن شفت كل الغرف؟ لا خلينا نشوفهم، يلا تعالي. خالي نورهان هون؟ خالتي نورهان؟ شوفي شو بدك تقول؟ تفضل احكي. بابا بابا حبيبي بابا، ليش انت تغيرت؟ بترجاك يا بابا رجع مثل ما كنت قبل، لب الحنون بيخلي ابنه كتير يحبه.
ترجاك يا بابا لا تخلي أمي تبكي، لا تخلينا نبكي معك كمان. بابا حبيبي. كأنك بدك تقلي شيء. لا لا أنا آسف، إن شاء الله معافى يا رب. هلا نوران هون؟ لك حاجتك بقى، شو هالحكي؟ شو بده يجيبها لهون يعني؟ مالك مصدقتيني؟ تعالي شوفي بعينك شوفي. وقف. لوين رايح استاذ شوقي؟ بدنا اياك تستنى شوي. ايه وينهم؟ لا ما معي. لا ما معك؟ معناتها لننهي شغلنا لهون وبس. ما كنا بدنا نقتلك، بس اتصل معلم قبل شوي وعطانا الاوامر. ما بده المصاري، بده روحك لانك زعلته منا. لا تواخذني. سامحيني، أنا بستاهل. ساعدوني ساعدوني، عم بموت، ساعدوني. خبري مرتي شو صار؟ سمعنا صوت رصاص. سامحني، خبري كمان. ساعدوني ساعدوني على الأرض. سامحوني ماشي. لك مين هذا ينزف كثير؟ ساعدوني عم بموت. ساعدوني يا جماعة. استغفر الله العظيم. ساعدوني يا هدول. يلا اطلبوا لي الإسعاف فورا. يلا بسرعة، شو عم تستنوا؟ دكتور ماضي وسخ وراح، أنا مستاهل الموت. هلا لك اعملوا شيء. بترجاك تسامحني دكتور. أنت سكوت ولا تقول ولا شيء. أنا بستاهل هالشيء يا دكتور. خلصنا بقى، ساوي شيء. ابني أمانة برقبتك. طيب خلص لا تاكل هم، أنت هدي حالك. ساوي منه رجال محترم. ماشي خلص بوعدك لا تاكل هم. ما يشبهني أبدا، ما يشبهني. الله يصبر أهله. لساعته الله يرحمه. لا حول ولا قوة. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قتلوه، قتلوه لأنه ما أعطيته المصاري. المافيا يلي قتلوه. الرجال مات بسببي. المصاري. ما في غيره. اهدي سينا. بكفي. قوم يلا. بكفي. بكفي سينا. خلاص الرجال مات. سينا. تعالي، تعالي يا بنتي. رح اجيب لك غراض. مصاري 200,000. ليش عم تبكي؟ مو بدك مصاري؟ ما عاد لهم لزوم امي. يا ريت كانوا معي قبل ساعتين. نسيتي موبايلك بالبيت، كنت اتصلت فيكي. بنتي يا عمري لا تبكي. بكفي يا عمري، لا تبكي حبيبتي. كل بيت بيخفي سر جواته. السر بيكون سر لما بيضل جوات البيت. السر بيكون حاكم بالبيت وحتى بالشارع والمدينة. طالما السر تسرب للشارع بيصير البيت أسير للشارع والمدينة، وبصير بيت خايف، وبصير مظلوم دائما بعد هاللحظة. الأقدام بتصير روس، والبيوت بتصير عبيد. ليش السر بيساوي هالشي؟ حقيقة كل سر بيكون طوق لهالحقيقة،
وبيعطي حق ليكون هالشي سر. إذا انكسرت اطرافه الأسرار السيئة ما بتضل بمكانها، لأنه عندها ميزة توقع هون وهنيك. السر يلي بيتفشى بطوق الحقيقة بيحرق شخص واحد، أما السر يلي بيتفشى بطوق غير طوق الحقيقة بيحرق ألف شخص. الإنسان بيظلم نفسه بنفسه، بيوع بالجورة يلي بيحفرها، هو لحاله يلي بيوع. طيب ما في هونيك طريق صحيح؟ ويضل كل شيء بطوق الحقيقة ويكون حقيقي؟ في فرصة لكل إنسان لحتى يلاقي بداية جديدة بمحور الحقيقة، ولكل شخص موسخ في فرصة لينظف ويصلح. بيكفي للإنسان بس يعرف شو الأساس الصحيح. اسمع صوت يلي عم يبكوا، هي هي اللحظة يلي بتكون فيها وفي. لازم تمشي بمحور الحقيقة وتتعلم شلون تمشي على هالطريق، وإنك تضل مستقيم هذا يعني إنك عم تعلى لمستوى أرقى. الطريق صعب، المسافة بعيدة، بس الهدف كبير كتير. الكلمة بجوز تطلع من التم للحظة، بس بتحمل على ظهر الشخص كل المعاني اللي بداخله. بابا مات يا دكتور. أبوك قال لي إنك رح تكون رجال ناجح، أنا بدي أعلمك. الشيطان بيضل بيقرب من الإنسان بوسواسه. الشك عبارة عن نقطة صغيرة من حبر ألم الشيطان، بيفوت نقطة نقطة لقلب الإنسان، تاخد طريق أسود سريع بكل شي بالقلب. الرؤية بتضيع والمشاهد بتضيع، كل حركة بتصير شرارة شك بتحرق القلب معه. محور الحقيقة هو يلي بيخلي القلب بميزان صحيح. محور الحقيقة هو يلي بيحط القلب طريق صحيح. سالم. نعم أخي. عادل، أنا فكرت كتير لحتى وصلت لهالقرار. سالم معك حق. كان أبي بده هالشي وما ضل عنا أي حل. طالما نحن عيلة واحدة وبدنا نضل هيك على طول، وطالما نحن بدنا نكون إيد واحدة ونحافظ على اسمنا بكل مكان، معناتها لازم نتحد مع بعض. شو قصدك يعني يا أخي؟ قصدي مبين يا سالم، إجا الوقت لحتى نكبر. نحن هلأ رح نوحد أملاكنا وممتلكاتنا ونفتح شركة واحدة، وعيلتنا ومن اليوم لآخر عمرنا رح تكون قلوبهم وعقولهم وأملاكهم واحدة. مثل ما قال سالم، رح يجيب لنا الحضارة والتطور لضيعتنا. بس أخي أنت عم تحكي عن جد؟ لا تقلق يا سالم، رح يصير هالشي، رح يصير. الشخص العاشق ما لازم يتوجع من آهات عشقه، وما لازم يفرجي للعالم كلياته أنه عم يتوجع من عشقه. إذا كان حقيقة العشق حب، يا ترى رح يكون هنيك شيء اسمه الخيانة؟ إذا كان جذر العشق حب، يا ترى رح يكون في حب مادي؟ إذا كان حب صافي، يا ترى بيخضع لنفس الأنانية؟ ولا رح يكون في هنيك شخص أجر حاله لحاله؟ الحب بيحرق، والمحترق بيحب هالحريق. يلي بيطيع نفسه بيحرق حبه، والشخص يلي أسير حبه بيضل يتوجع كتير.
خاطركم. اسماعيل، أنا بدي أقول لك على موضوع. لازم تعرف كل شيء. يلا عم اسمعك سينم. تيمة، اتصل فيني لما تقرر انك تخبرني عن علاقتك بسينا. لما تقرر تقلي بجي باخد الخاتم. هلأ بتشوفي شلون أمي؟ رح تحبي سينم كتير. حبيتها من دون ما أشوفها، يعني حبيت على محبتك أنت لإلها. بنت كتير كتير منيحة وواعية كمان. طيب استنى لنشوف إذا هي رح تحبني. لا أمي، معقولة ما تحبك؟ أنت ما في منك. تعرف يا ابني، والله بخاف تخيب أملنا مثل زوجتك السابقة. لا تخافي أمي ولا تشغلي بالك منوب، رح تساعدك كتير وبكرة بتشوفي. السعادة هي مطلب كل إنسان. طيب شو هي السعادة؟ يا ترى هي الدور يلي فصلنا لنفسنا، أو هي منسوجة من آلاف الخيوط على آلة النسيج؟ بس لأيمتى بتدوم السعادة؟ إذا حملت حملة تقيل كتير، لأيمتى رح تتحمل هالحمل على ظهرك؟ كلمة السعادة واحدة، بس معنى السعادة متعدد كتير. طالما عنا فرصة لنعكس السعادة على الدنيا وتحويل الدنيا لجنة توزيع السعادة على الكل، ليش ما منحاول على الأقل؟ السعادة بالحقيقة هي الشيء يلي بينعكس على وجدان الإنسان. البعض وجهن عم يضحك بس قلبهن عم يبكي، والبعض وجهن عم يبكي وقلبهن عم يضحك. واحد سعيد رغم همه، والتاني سعيد بهربه من همه. روح الإنسان بتعشق الأبدية ومليانة بالآلام العابرة بسبب الأفراح العابرة. إنه نضل فرحانين هالشي صعب كتير بالنسبة للإنسان، والتظاهر بالسعادة شي صعب كتير. الصعوبة مو إنه نكون سعداء، الصعوبة الكبيرة هي إنه نضل سعداء على طول، وهالشي صعب كتير. لسه مطولين كتير؟ يعني ضل شوي، طولي بالك. البيوت والطرق والمدن بوقفتها ومظهرها هنن مراية كل بلد. الروح اليقظة بتشعر بالتلألؤ وبتشعر بأكبر سعادة وهي عم تمشي بهالشوارع. إذا طلع منها هوا بارد وعاتم لبرا، وقتها بيكون فتح باب البيوت متعب كتير. في كتير مفاجآت مخباية ورا كل باب، وكل لقاء رح يخلف ورا أمور كتير. البواب بتنفتح دائما، بس الناس المتخبين جوا يا ترى رح يستقبلوا زوارهم يلي جايين؟ استغفر الله، ليش هذا عم يساوي هيك؟ ابني لا تقرب مني. شو عم يساوي هاد؟ بعد عن الطريق بعد. اسماعيل بتعرفه لهاد؟ لا امي ما بعرفه، عادي بيكون شي واحد أزعر. يعني صار معنا رح يجوا ضيوف وانت مشغول بالحسابات. هات حاجتك بقى. هاتي هون سكينة. ما رح أعطيك إياها، فرجيني شو عم تساوي. يا عيوني
شو الخطبة ببلاش؟ عم احسب المصاريف، ما في شي تاني. حاجتك بقى، هلأ مو وقت الحسابات يا سالم أفندي، ولك هلأ وقت المحبة. لك هاتي لهون. أيمن، نرجس، وينكن أنتو يا أولاد؟ لازم نرحب بالجايين، ومن عاداتنا انتظار الزوار واستقبالهم بسعادة، بس توديع الزوار وهن سعداء بالحقيقة مرحلة صعبة كتير. بالمكان يلي بتستنى فيه ورود المحبة انه تتفتح، الشيطان بيبعت كل وجوهه وشروره لهونيك بسرعة. شو هالطوفان يلي صار بنص الربيع؟ يا رب هالمرحلة بتخوف كتير. بكفي سالم، بكفي. هات لشوف، هات هاتيها خلاص. ماشي. فكرك لسه ما بينوا؟ لا أمي. يا الله، وين الأولاد؟ عليا، عليا أنا ما جيت لهون مشانك، رح أرجع لعند أمي بعد الخطبة، جيت مشان سينم بس. مرت أخي بترجعكي، لا ما بدي أي مشاكل اليوم، رجاءا بدي الكل يكون مبسوط، فهمنا؟ اسمعيني، خليني بس أشرح لك. عليا، عليا حاجتك بقى، هلأ مو وقت الكلام هاد. شو حكينا؟ الموضوع خلص. طيب هي اللي اسمها هديل، شو عم تساوي بالضيعة؟ صدقيني ما بعرف أمي، صدقيني ما بعرف. رجاءا عم بترجاكم، يلي صار صار، بكفي. أنا بكرة خطبتي، وحماتي وخطيبي جايين هلأ، ما تضلنا هالخطبة على خير. طيب ماشي تمام. أجل ضيوف ستي. ها أجل الخطابة. يلا عليا تعالي بسرعة. سالم ستي. يلا يلا تعالي بسرعة، يلا نزلوا بسرعة، يلا يلا. ايدك عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انزلي امي. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا بسطنا بشوفتكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اكيد انت سكينة خانم حماية ابني، وانت اكيد سالم بيك. انت اكيد فكرت. وانتي اكيد عليا. وطبعا انتو نرجس وايمن. شفتوا شلون عرفت؟ ايه امي. ايه طبعا. اه يا روحي حبيبة قلبي. اهلا وسهلا. اهلين فيكي بنتي حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. ايه مو حلوة الوقفة وربنو، بتفضلوا لشو. أهلا وسهلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضلوا. طيب أوس وينه؟ يمكن بالمشفى. ما رح تصير هالخطبة يا سينم أبدا. ما رح أسمح لك بهالشي، أنا رح أفضحك. ما بيكون اسمي عمران إذا صارت هالخطبة. خير هلأ؟ ليش طلبتيني؟ يلا عم اسمعك، شو بدك مني احكي؟ أنا رجلي عم توجعني، عم توجعني، تعطيني إبرة؟ طيب استني لجيب الإبرة. دكتور اجت الصبح بس عجزتني، بتضل تطلبني لعندها. أوف. يا بنتي أنا لقيتك، أخيرا لقيتك، كبرتي وصرتي ممرضة يا بنتي يا عمري، كتير تعذبت لحتى لقيتك يا بنتي، بحمد الله وبشكره إني لقيتها. هي الإبرة بتوجعها.
تيمة، ما بدنا نتصالح بقى؟ مالنا متزعلين؟ بكفي، صلنا شهر، خلصنا. شو رأيك؟ ايه، صار لنا شهر سيد أوس، مضى شهر ولسه أنت ما قلت أي شي بالمرة. تفضل، وخاتمي لساته معك. لازم تعرف أني عم أكذب كل يوم على أمي وأبي وقلهم أنه خاتمي بالتصليح. قلي لشوف أنا لأيمتى رح أقدر أكذب عليهم. أنت ليش ما بدك تفهميني تيمة؟ أنا اللي ما بدي أفهمك؟ حلوة هي. طلعي بحالتنا، صرنا عم نزعل لأسباب تافهة. أنا دائما عم أقلك الحقيقة وبس. لا، ما قلت لي. أنت ما قلت لي أي شيء. سألتك مشان موضوع سينا، قلت لك شو في بيناتكن أوس، ما قلت لي شيء. أنا لو كان فيني قلك لكنت قلت لك. بترجاكي، خطبت سينا بكرة ولساتك عم تشكي فيني؟ إذا أنت ما فهمتني كل شيء رح ضل شك فيك أوس. بدي توضح لي الأمور، عم تفهم؟ بدي توضيح. اسمعي، أنا ما بخبي عنك شيء، بس ما قلت لك كل الحقيقة بخصوص هذا الموضوع، تمام؟ وانتي بالذات ما بيصير تطلبي مني كون حقير واكشف اسرار الناس، مزبوط؟ برافو عليك، اقنعتني. دكتورة ما عاد فيني اتحمل، والله تعبت. شو في ياسمين؟ يلي اجت الصبح لك رح تجنني، ممكن تشوفيها؟ عن اذنك. شلون؟ عجبتك الباقة؟ أمي حبتك كتير. أنا كمان حبيتها، طيبة كتير. إسماعيل؟ نعم. بتشكرك. ليش؟ على تفهمك، مع أنك بتعرف الحقيقة. رجاءً، اليوم أسعد أيامنا، كل شي راح خلينا نزت ورانا، مزبوط هالحكي؟ أنا ما بدي أشوف الحزن على وشك منوب، اتفقنا سينا؟ تمام. يلا يا عم نستناكم، خلصونا؟ يلا ماما. أمجد؟ مانك رايح على بيت أخوك؟ بمر بعدين. حليمة، اسمعي. ليكي، ما بدي اسمع نق منك، فهمتي؟ ولا تحاولي تعملي مشاكل. هلأ ليش هالكلام؟ شو ساويت؟ انت بتعرفي أنا لهلأ ما نسيت يلي ساويتي. أخ يا أمجد، بلا ما نفتح الدفاتر القديمة أنا ندمت. شي وصار، يلي راح راح. بس من وراكي الأولاد لساعتهم بعاد عن بعض. خلاص ماشي، روحي ولا تنسي شو قلت لك. اطمن، ما راح أنسى. حبيبتي سينام، انت عادي وكلي. لا اختي. يلا عادي لشوف، كلي. الاكل كتير طيب، يسلموا ايديكي. صحة وعافية. وخاصة الشوربة تبعك بتشهي. طبختها سينام. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. صحة وعافية. سالم، شو صار لك؟ عامل لي مثل جمال؟ لك شو عم تقولي انت يا؟ اوف. انت احلى بالحقيقه عن الكلام اللي قال لي يا اسماعيل. جدي، انت شو بدك تقول؟ عن اذنكم ها
حاجة تعطيك تمك جدي. لا تتدخلوا، يلا كملوا أكلكم يلا. يسلموا إيديكم، الأكل كتير طيب. ليش قمت فورا يا ابني؟ لسه ما أكل شيء. أنا شبعت، شكرا. سينا، أنا مضطر روح لعند أوس شوي. مثل ما بدك. آه يا سلام، مين إجا لعنا؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا. صحة وعافية. شرفتونا، صحة وعافية. شكرا.